الكلمات لا تكفي لوصف المشهد، يعني برأيك أين يكمن الحل؟ هل يكمن الحل بالجهود الدبلوماسية وبرغم مما نشاهده من انعقاد جلسات في جميع المحافل الدولية في النهاية تبوء بالفشل؟ يعني أولا دعينا نترحم على أرواح الشهداء، على صور هؤلاء الأطفال الذين يصرون على كتابة أسمائهم في تحدي للموت الذي تشنه دولة الاحتلال على هؤلاء الأطفال والعزل والمدنيين في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية. اليوم أنا بعتقد الحل، رأينا ذلك، هناك اصطفافات كبيرة من قبل هذا العالم الذي يدعي الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وما شابه، اصطفاف غير مسبوق مع دولة الاحتلال في جرائمها المرتكبة ضد أهلنا العزل في قطاع غزة، هذا أولا. ورأينا أنه كشفوا عن وجوههم الحقيقية في أنهم هم دائما أصحاب القرار في العدوان على الشعب الفلسطيني واستمرار هذا العدوان على الشعب الفلسطيني، وبالتالي كل الذي يجري في الأمم المتحدة أو في غير ذلك هو يعني ذرة ماء في العيون، إعطاء نتنياهو مزيدا من الوقت لمزيدا من التدمير والتخريب والقتل في قطاع غزة. وبالتالي أنا هذه الجهود يبدو أنها حتى اللحظة لم تسفر عن شيء، ولن تسفر عن شيء في المنظور القريب. هذا العالم كله لم يستطع إدخال مساعدات إنسانية لقطاع غزة إلا بالموافقة الإسرائيلية المشروطة بالأساس، وبالتالي هم لا يستطيعوا أن يحركوا شيئا في هذا الموضوع. لكن أنا بعتقد إرادة وصمود شعبنا وخلينا نقول وتحدي هؤلاء الأطفال و النسوة لقوات الاحتلال وطائراته، على اعتبار أنه هذا الاحتلال يعني يشعر أنه فشل فشلا ذريعا وهزم في يوم 7 أكتوبر من عام 2023 هزيمة، يعني يريد أن ينتقم من هذه الهزيمة بهذه الجرائم. هو يقتل فقط وهو لا يقاتل، عندما يقتل يستخدم كل أدواته الممكنة وكل أسلحته أصلا بالأساس الصناعة الأمريكية المصنوعة في أمريكا والقنابل الذكية وغيرها، لكنه يقاتل أبدا بأي حال من الأحوال، لأنه حقيقة منذ فترة طويلة وهو يتحدث عن اجتياح بري وما شابه، وهو يدرك تماما أن هذا الاجتياح البري لن يكون في صالحه بالرغم من محاولات نتنياهو وغيره من القادة العسكريين والسياسيين رفع معنويات هذا الجيش المنهار المنكسر الذي كسرت هيبته هذه المقاومة يوم 23 شهر. وبالتالي أنا بعتقد اليوم التصعيد هو عنوان المرحلة، والعجز للأسف الشديد من عالمنا العربي، أيضا هنا أقصد الرسميات العربية، هو العنوان عنوان أيضا في هذه المرحلة، والتواطؤ والاصطفاف من قوى الشر في هذا العالم اللي هم يعني الغرب وعلى رأس هؤلاء أمريكا، وزيارات التي يقوم بها كل هؤلاء، يعني جاء بايدن وجاء وزير طيب يعني خارجي يعني في ظل هذه الزيارات وبالإشارة إلى أحدث هذه الزيارات، زيارة ماكرون، يعني حينما يتحدث بلهجة ما في إسرائيل ثم يتوجه بعد ذلك إلى رام الله، هل برأيك يمكن التأثير على توجهاته، أم أنه يعني كل هؤلاء الزعماء الغربيين يريدون تصديق الرواية الإسرائيلية؟ هم أخذوا قرارا منذ اللحظة الأولى أنهم مع الاحتلال مع آلته العسكرية ضد الشعب الفلسطيني، وعندما يوصف الشعب الفلسطيني بمقاومته في قطاع غزة بأنها إرهاب هم اصطفوا تماما مع دولة الاحتلال. عندما يتحدث ماكرون أولا هنا داخل الأرض المحتلة في فلسطين ويقول أنه يريد خلق اصطفاف دولي عالمي من أجل محاربة الداعشية، وكأنه يعني المقاومة الفلسطينية هي جزء من داعش، أو وهذا الكلام يسخف النضال الوطني الفلسطيني ويسخف ايضا الحقوق الفلسطينيه التي يعني تم انتزاعها منذ اكثر من 75 عاما من خلال هذا الاحتلال المستمر وهذه المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الممتده على مدى 75 عاما وحتى اللحظه. وبالتالي ماكرون تحدث هنا بشيء وتحدث في رام الله بشيء اخر. في رام الله قال انه يريد حل الدولتين والى اخره وما شابه من وقضايا إنسانية. قضية بيعنا وهم حل الدولتين، الآن هذا الوهم اللي بيع لنا منذ جورج بوش الابن وحتى اللحظة لا يوجد، يعني أعتقد لدى الإسرائيليين أي خلفية حول هذا الموضوع أو أي نية
بقبوله، على اعتبار انه هم يرفضوا حتى اوسلو، يرفضوا حل الدوله ويرفضوا حل الدولتين، ام ليس امامهم سوى عمليه القتل وانهاء الوجود الفلسطيني من خلال ما سمي بمحاوله التهجير لاهلنا من قطاع غزه من شماله الى جنوبه ومن ثم الى مصر وغير ذلك. وبالتالي كل هذه السياسات المتبعه وهذه الزيارات التي تاتي هي مجامله لبعض الساسه الفلسطينيين الذين ما زالوا يعيشون وهم بامكانيه تحقيق تسويه عبر مفاوضات بوجود رعايه اوروبيه وامريكيه وغيرها. هؤلاء يبحثوا فقط عن مصالحهم وعن تحالفاتهم وارتباطاتهم. هم اخذوا قرارا منذ اللحظه الاولى بانهم هم المقررون لهذا نتنياهو بهذه العمليه الاجراميه التي ترتكب ضد شعب حتى اللحظة. طيب يعني غوتيريش في كلمته تحدث عن سير الأمور من سيء إلى أسوأ، وطالب إسرائيل بوقف هذا العدوان وأكد على حل الدولتين. يعني إذا كان هذا يعني المسؤول هو على رأس أكبر منظمة دولية، كيف لا يمكن يعني من خلال مثل هذا الموقف التأثير على مجريات الأمور؟ يعني إذا كانت الأمم المتحدة بأمينها العام الذي جاء إلى معبر رفح وقدم خطابا يعني قوي جدا، اعتقدنا انه في اللحظه الثانيه في اليوم التالي ستدخل هذه المساعدات الانسانيه وفتح ممرات انسانيه وقف اطلاق نار انساني، ولكن ذلك لم يحصل.